متابعي موقع في الجول، اهلا بيكم. يمكن خلاص ايام قليله بتفصلنا على انتخابات نادي الزمالك، يمكن هو الحدث الاهم في الرياضه المصريه في الوقت الحالي، هو انتخاب مجلس اداره لاداره شؤون نادي الزمالك لمده 4 سنوات. يمكن خلاص الانتخابات مقرر ليها يوم 20 اكتوبر. يمكن خلال موقع في الجول بنحاول نقدم لكم برامج كل الساده المرشحين، نجيب الساده المرشحين يقولوا برامجهم ورؤيتهم لنادي الزمالك خلال 4 سنوات المقبله. يمكن معانا النهارده دكتوره ياسمين الشريف، هي مرشحه على عضويه نادي الزمالك تحت السن. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك وبكل متابعين موقع في الجول. يعني ان شاء الله اشرح لكم البرنامج النهارده وان شاء الله يعجبكم كلكم ان شاء الله. يمكن في البدايه حابين نعرف نبذه عنك، نعرف مين هي دكتوره ياسمين الشريف وفي نفس الوقت ايه اسباب ترشحك. تمام. اهلا بحضرتك وبكل متابعين موقع في الجول. أنا دكتور ياسمين حامد الشريف، مرشحة عضوية نادي الزمالك تحت السن رقمي 14. بشتغل في المركز القومي نقل الدم، وأصلا شغلي أنا أصلا طبيب صيدلي. اشتغلت في مجالات كتير، مجالات المصانع طبعا الصيدليات، لكن شغلي الحالي في بنك الدم، تحاليل وحاجات كده تبع الدم كتير. يعني أسباب ترشحي هي إن أنا أصلا من منطلق إن أنا أصلا دكتورة، كان ناس كتير من الأعضاء اللي حوالينا، يعني الناس اللي تعرفني والناس طبعا بتقول لبعض، حد بقى عايز مثلا كشوفات معينة. أنا أصلا شغالة برضو في وزارة الصحة في حاجة اسمها طوارئ وزارة الصحة، فأوريدي كان مثلا حد عايز علاجات معينة كده، فكان أوريدي الناس بتعاون مع الناس على قد ما بقدر طبعا، وبنقدم خدمة معينة بس بيني وبين الناس، على أساس إن في ناس طبعا معاك في النادي متربيين، إحنا جوا النادي، أنا مولودة في النادي، والدي مولود في النادي، جدي مولود في النادي، فبحكم كده أسره زملكاويه، فبحكم كده ناس كتير عارفاني وعارفه ان انا از دكتور اعرف اساعدهم في حته معينه. فمن هنا بدات الناس تقول لي انت دكتوره بتساعدينا، وفي نفس الوقت زملكاويه متعصبه حبتين ثلاثه، فليه لا ما تنزلي. وبالفعل يعني حسيت ان لا، ده الوقت بقى ان احنا ننزل فيه، بغض النظر قايم ولا فردي ولا الدنيا تبقى ماشيه ازاي، بس لا الوقت ان شاء الله يبقى يعني احنا كأعضاء كلنا لينا نظرة ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى النادي في حتة تانية خالص. ومش بقول كده معنى كده ان القديم كان وحش، لا ما نقدرش نقول كده، احنا نادينا طول عمره احسن نادي. يعني انا مؤمنة بكده وهفضل مؤمنة بكده طول عمري. لكن طول الوقت في تطوير، والتطوير مطلوب في كل الدنيا، فمش معنى مثلا احسن بلد في العالم بتسعى برضو للتطوير طول الوقت. فاحنا ان شاء الله كشباب نازلين ان شاء الله المرة دي، وجهة نظرنا ان يا رب الفترة الجاية كل واحد يعمل اللي في وسعه ويقدر يخدم النادي على قد ما يقدر. يعني يمكن فكرة انك مرشحة يعني السيدات والمرأة في تجارب سابقة، يمكن في بسان سيد جوهر، مريم نصحي، كان قبل كده دكتورة شريفة الفار، يمكن في اكتر من تجربة. شايفة وجهة نظرك التجارب دي كانت تجارب ناجحة ولا هي تجارب زي ما بيقولوا ما كانتش خدت الحظ الكفاية من هي تقدر تشتغل عشان تبين دور أعضاء مجلس إدارة من ناحية المرأة؟ لا بص أقول لك بمنتهى الأمانة، كانت تجارب ناجحة جدا. يعني بغض النظر برضو اللي كانوا نازلين قوايم ولا فردي ساعتها، بس عند حضرتك مثلا بسنت جوهر وأستاذة مريم كذا حد، الناس دي هم بيبقوا ميزتهم في إيه بقى البنات؟ بيبقوا أقرب للأعضاء. يعني أنا بسهولة لو حد مثلا عضو مجلس إدارة، انا كعضو عاديه مش عارف اتكلم معاه في كل حاجه مضايقاني جوه النادي، مثلا حضرتك رجل اعمال مرشح نازل مش هقدر اجي اقول لك بقول لك ايه المحل اللي هناك ده غله السعر من كذا لكذا. لكن لو في عضو مجلس اداره بنوته او امراه عموما بتبقى اقرب لي، مش عشان من ست لست، هي اقرب لينا حتى في الكلام، فكره ان انا اعرف اقولها صغيره قبل الكبيره، فهي دي الميزه. نفس الكلام تبقى اقرب لاولياء الامور اللي كلهم ولادهم بيتمرنوا ناشئين في نادي الزمالك، او حتى هوايه بيلعبوا اي حاجه هوايه، او حتى دخول الجيم اقدر اقولها بسهوله. يعني مش هتفه من مشكلتي مع عضو مجلس اداره ست، لا مش هتكسف وهقولها ده في كذا كذا مضايقني، مهما كان قليل شويه مفيش حاجه تافهه طبعا خالص. لكن لو مقابلني حد كبير رجل اعمال راجل هتكسف هتكلم معاه في البوليس. لكن دي ميزه بصراحه العضوات السيدات. يعني تمام. يمكن ابرز ملامح برنامجك الانتخابي خصوصا انك بتقولي ان انت اصلا من قبل ما تفكري في تقدم اوراق ترشحك انت كنت بتحاولي تخدمي على زي ما بيقولوا نطاق محدود من خلال معرفتك باعضاء نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه. البرنامج الانتخابي اللي بتفكري فيه وازاي تستغلي برضو زي ما حضرتك قلتي ان حضرتك دكتوره في بنك الدم. طيب تمام. هقول لك ابرز ملامح البرنامج ومش هقول البرنامج كله، هقول لك 2-3 بوينتس كده.
المين يعني مين ايديا في البروجرام بتاعي ان شاء الله نقدر نعمل مركز طبي متكامل داخل نادي الزمالك. والحمد لله المكان موجود اوريدي، التجهيزات بتاعه المركز هتبقى معتمده على سبونسر اكتر، والحمد لله على قد ما بنقدر دلوقتي انا والتيم اللي معايا بنبدا اوريدي نكلم الشركات اللي تقدر تعمل لنا دعايه، تقدر تظبط لنا المركز يعني فرش المركز نفسه، الاستقبال بقى دكاتره العيادات، فاوريدي كل ده متكلمين فيه ومدروس ومظبوط وكل حاجه هتمشي كويسه فيه، بحيث ان المركز يبقى متكامل مش بس للاعضاء، هيبقى للاعضاء وللعاملين ان شاء الله. وهنحاول نخلي جزء كبير من العاملين على قد ما نقدر، يا اما 100% من العاملين يبقى كشوفات مجانيه، وبرده باكد هو مركز طبي وليس مستشفى. طبعا نعمل ايه بقى لو حد عايز يروح مستشفى؟ دوت بقى الجانب الاخر، باقي البروجرام بتاعي هو عمل تعاقدات محترمه مع مستشفيات، بعمل تحاليل بحيث ان لا قدر الله حد بقى وقع في مشكله معينه مضطر نحجزه في مستشفى، يبقى في مستشفيات كويسه تليق بالاعضاء. وكل الكلام ده طبعا هيبقى باسعار رمزيه للاعضاء، وحاجه ان شاء الله هترضيهم جدا، وفي نفس الوقت مع دكاتره اعلى مستوى. هنعمل كده برضو مع طبعا فريق الرياضي عموما كله، كرة قدم، كرة يد، سلة، سباحة، كل الفرق الرياضية، هواة ومحترفين وكله كبار وصغيرين وكله. طيب نعمل كده برضو مع مين؟ مع أسر الرياضيين اللي غير مشتركين في النادي. يعني انت عندك في بعض الرياضيين مش أعضاء في النادي الزمالك عادي، صح؟ لا، هنعمل كده معاهم ومع أسرهم، والناس تيجي على عنا وعلى رأسنا يكشفوا عندنا زيه زي العضو بالظبط، بس تبقى اي دي العضو، بحيث ان الاي دي بتاعك كعضو جوه النادي كانه ميديكال انشورنس كده، بس مننا فينا. يعني مش هطلعك بره، لا انا اجيب لك الدكاتره لحد عندك. زي ما قلت لك الحاجات الكبيره تقدر تروح مستشفيات معمل تحليل هنبعتها، وكلها بخصومات بالاي دي بس. ايه كمان برضو بوينت كمان في المجال ده، هو اننا نفس الكلام العضو المشترك لوحده مش مشترك لوالده ووالدته، هنخلي اي حد ان شاء الرحمن فوق الستين برضو نفس الكلام بآي دي الابن او الابنة، يعني ولاده حد من ابنائه، يعني يدخل النادي على عنا وعلى راسنا ويكشف كشوفات نفس الاثار بالضبط بتاعة اعضاء نادي الزمالك ان شاء الله. فهنعمل ميديكال انشورنس كده، وهنخلي الجزء الطبي في نادي الزمالك للأسف محدش يعني ما كانش ليه نظرة شوية، فان شاء الله هيتطور وابقى مسؤول عنه انا ومعايا تيم طبي داخل نادي الزمالك، اعضاء معانا ناس محترمه جدا، اطباء، صيادله، علاج طبيعي. هنخلي مع كل لعبه في نادي الزمالك، يعني مع كره القدم، السله، السباحه، اليد، دكتور علاج طبيعي ان شاء الله يبقى متخصص، فان شاء الله يبقى في تطوير كبير قوي في الجانب ده. البوينت الثانيه اصلا ان انا مش بس دكتوره في بنك الدم، انا كمان واخده دبلومات تغذيه علاجيه وتغذيه رياضيين، واوريدي كوتش في الجيم. ف هنفيد الاعضاء من كذا منطلق كمان. زي ايه؟ زي ان مثلا انا هعمل حملات توعيه صحيه كده، بحيث انك تبقى ماشي في النادي عادي جدا ان شاء الله، نلاقي مثلا حمله توعيه صحيه، ناس تعرفك مثلا اهميه نقيس لك ضغط، نقيس لك سكر، نقيس لك هيموجلوبين، نشوف انت عندك انيميا كده ولا لا، يبقى اول باول الناس واخده بالها من الوعي الصحي. يعني حملات توعيه زي ايه؟ زي اهميه مثلا التبرع بالدم، بما ان ده مثلا شغلي هقول لك مثلا التبرع بالدم عندنا علاقته ايه بقى بالرياضيين، هو ليه علاقه طبعا وطيده، الا وهو ان اشبه بالحجامه، ومش زي الحجامه 100% بس اشبه بالحجامه. الموضوع ده بيخلي مثلا النخاع الشوكي عندنا في جسمنا بعد التبرع بينتج خلايا دم جديده، وبالتالي خلايا الدم عندي في جسمي بتتجدد. حابه تشجعي على فكره التبرع؟ طبعا نشجع على فكره التبرع بالدم والبلازما والصفائح الدمويه، وكل ده اوريدي هو ايه مفيد ليك. طب الافاده الثانيه ايه؟ ان مثلا التبرع بالدم بيخلي المتبرع بعد ما بيجي يتبرع، قبل ما الكيس الدم بيتنقل لمريض، كيس الدم بيتعمل عليه تحاليل كامله. طب المتبرع برده مستفاد، اوريدي تحاليل مجانيه كامله. فهو يعني انا اوريدي اقدر اجيب لك العربيه لحد عندك، يعني انا مش بطالب منك ان حضرتك تروح لحد مركز الدم تتبرع بنفسك، لا هنجيب لك التبرع لحد عندك. قبل التبرع بنكشف على كل الناس اللي معانا، طبعا اطباء كلهم، طبعا اطباء مركز الدم القومي ده اطباء على اعلى مستوى، يعني كشوفات كلها تبقى مجانيه، اللي عايز يتبرع طبعا على عنا وعلى راسنا، ووريدي التحاليل كلها بتتعمل مجاني، وبنرجع نجيب لهم التحاليل لحد باب النادي.
يعني نجيب لهم التحليل كده لحد النادي وكل حد يعرف بقى الحمد لله الدنيا ماشيه مع فين. طيب الجانب الثاني كدكتور التغذيه العلاجيه وتغذيه الرياضيين، ان شاء الله مش بس هفيد القطاع الرياضي انا طبعا، واكيد انا برده مش لوحدي، مش هقدر اتكلم لوحدي، انا وتيم طبي متكامل من دكاتره التغذيه معايا، سمنه بقى، سمنه نحافه، بعد الشر تغذيه مرضى القلب، الضغط، السكر، تغذيه علاجيه، نظبط الموضوع ده ان شاء الله مع الاعضاء على قد ما نقدر، وكذلك طبعا الرياضيين، لان انت عارف الرياضه جزء لا يتجزا من التغذيه، يعني عموما الطب والرياضه عموما يعني حاجتين متوازيين ما نقدرش نفرقهم عن بعض، فالرياضه ما لهاش لازمه من غير التغذيه. مهما كان الواحد حريف في الرياضه بس ما بياكلش كويس، ومش معنى ان هو بياكل كويس ان هو ياكل كتير، خلينا متفقين، لا، هو بياكل اكل سليم، فهو دوت اللي انا احاول ادي فيه زي ندوات بسيطه كده للعيبه من هم صغيرين، من الناشئين، نفهم كده كل واحد المفروض ياكل ايه قبل التمرين، ياكل ايه بعد التمرين، كميات الاكل اللي هتاكلها، وان شاء الله الرحمن مش هنمنع حد من اي اكل اكيد، بس نفهمك كده، نعمل لك وعي. بالنسبه للاعضاء هنفيدهم في الموضوع ده زي ما قلت لك، من منطلق السمنه والنحافه، واللي عايز يخس بقى، اللي عايز يتخن، ونفس الكلام هنطبقه في الجيم. اي حد في جيم نادي الزمالك عندنا رؤيه كده ان شاء الله في نادي الزمالك النهري، نعمل فيه جيم جوه نادي الزمالك سيدات ورجال، نادي الزمالك الاصلي اللي هو في 100 عقبه، نعمل بقى جزء كبير جيم جديد في نادي الزمالك النهري ان شاء الله لو ربنا وفقني، يعني مع المجلس الاداره اللي هيبقى منتخب ان شاء الله، وايا كان طبعا المجلس المنتخب هنشتغل مع بعض كلنا، نعمل جيم كويس كده في نادي الزمالك النهري، وبرده رجال وسيدات، نتابع فيه تغذيه، نتابع فيه تمارين وتمارين صحيحه، لان انا ما اقدرش يعني اقول لك ايه، ان يعني في بعض الجيم الخارجيه طبعا بتدخل كده تقول له يا كوتش اتمرن ايه النهارده، يقول لك بقول لك ايه، ادخل اقعد على التمرين ده، الجهاز ده وده وده، ويسيبك ويمشي. طب انا ممكن حد من الناس اللي داخله تتمرن يعمل تمرينه غلط، يجي له اصابه، مش هيخش الجيم تاني، انا بالعكس خسرته، يعني ازاي اعمل كده. فان شاء الله هنجيب مدربين على اعلى مستوى بداخل الجيم، ناس معاها شهادات معتمده للتدريب، ناس خارجين اوريدي تربيه رياضيه، مش جاست هوايه. نجيب ايه كمان، نجيب بعض المشاهير، مدربين مشاهير، مش هقدر اقول طبعا اسامي ناس معينه، اصحاب جيم وناس كتير واثقه في الاسامي دي، سوشيال يعني الناس عارفاهم، نجيبهم ويتكلموا عادي مع الاعضاء، ونشوف اي حد عنده مشكله، يعني عنده شكوى احنا معاه طول الوقت، وده ميزيد برضو اللي تحت السن، خد بالك ان احنا من اقرب للاعضاء، طبعا اللي فوق السن اكبر قريب للعضو وكل حاجه، بس انا كتحت السن سني صغير كده، فتلاقي العضو عارف يجيبني واقعد معاه على الترابيزه ونتكلم براحتنا. فان شاء الله الجزء التغذيه اللي مرتبط بالجيم ومرتبط بالرياضه كلهم مرتبطين ببعض، هقدر على يعني على قد ما نقدر هنعين تيم مخصوص للجزء ده، ونعنى ان شاء الله بيه يعني على قد ما نقدر. يمكن حابب في الاخر اعرف منك رساله لاعضاء الجمعيه العموميه داخل نادي الزمالك، وفي نفس الوقت باعتبارك انك بتقولي مشجعه لنادي الزمالك، رساله برضو لجماهير نادي الزمالك. أي والله اقول لحضرتك على حاجه، الرساله اللي بقولها دايما وما بغيرهاش، بقولها في كل البرامج، في كل الصحف، كل المواقع الالكترونيه زي حضراتكم كده، هي ان يا ريت يا جماعه واحنا بننتخب ننتخب صح. يعني ايه ننتخب صح؟ يعني شوف الصوت اولى لمين، هي مش بالمعرفه، دي مصلحه نادي الزمالك، ده كيان نادي الزمالك، الحاجة اللي هتفيد الأعضاء وهتفيد كمان الجماهير. أنا دلوقتي كدكتور ياسمين الشريف جيت معاكم في موقع في الجول، غيري ما جاش، أنا طلعت في القناة الفلانية، غيري ما طلعش، حد مثلا أنا أوريدي بطلع في التلفزيون، غيري ما بيطلعش في التلفزيون، يعني فاهم قصدي؟ فمش بالشهرة، مش عشان أنا مثلا اتشهرت من حتة معينة فأنا عارف ياسمين فأنا هديها وخلاص، لا، يا ريت نتأنى ونقرأ كويس برنامج كل مرشح، والأهم بقى من البرنامج دايما بقول إيه، هو إن هل البرنامج الانتخابي ده قابل للتنفيذ ولا غير قابل للتنفيذ؟ ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أجي أقول لك بقول لك إيه البرنامج بتاعي ده، أنا هجيب لك كريستيانو رونالدو، لا يا جماعة، خلي الموضوع عقلاني شوية، ونشوف مين اللي هيقدر فعلا يطبق البرنامج بتاعه، ومين اللي بيقول لي كلام لمجرد كلام حلو. كلنا نقدر نقول كلام حلو في الانتخابات كلنا، يعني انا والدي مستشار حامد الشريف، اقدر بمنتهى السهوله جدا ابقى لبقه جدا ومتحدثه كويسه جدا، واقول لك برنامج 100% يعني ما فيهوش غلطه، لكن هل البرنامج ده ينفذ ولا مش هينفذ؟ عايزين نقرا كويس جدا برنامج الانتخابي بتاع كل مرشح، نقعد مع المرشحين الفتره الجايه، هيبقى فيها ندوات كتير جدا للمرشحين داخل النادي، نروح كده لكل المرشحين، رئاسه، نائب، امناء صندوق،
فوق السن تحت السن نهتم بيهم كلهم ونسمع الكل، وان شاء الله احنا كتحت السن كشباب تحت السن نقدر ان شاء الرحمن نفيدكم ونبقى احنا حلقه الوصل بينكم وبين الاداره، وعلى قد ما نقدر ان شاء الله ناخد كل مشاكلكم، ربنا ما يجيب مشاكل ابدا، ونحاول نحلها لكم وان شاء الله خير. يمكن في النهايه بنشكر الدكتوره ياسمين الشريف المرشح لعضويه مجلس اداره نادي الزمالك تحت السن، بنتمنى لك التوفيق. شكرا لكم، وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، انا اصلا واحده من متابعين الموقع بتاعكم، وان شاء الله اجي لكم بعد المكسب ويبقى لينا لقاء تاني. بالتوفيق ليك، شكرا.